بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم مشاهدين الكرام، متابعي قناة المهدي الفضائية، حييتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. إذن حلقة جديدة تأتيكم إن شاء الله في هذا اليوم من برنامجكم في جوار الأمير. قبل أن نبدأ بهذه الحلقة، تعالوا معنا لنزور سيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بهذه الزيارة. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. عدنا إليكم سادتي المشاهدين الكرام، تقبل الله زيارتكم وتقبل الله أعمالكم. وطبعا كأن لسان حال هذه الجموع من الزائرين وهي تتجه نحو قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كأن لسان حالها يقول: بقبرك لذنا والقبور كثيرة، لكن من يحمد جوار قليل. إذن يا صاحب الأمر، يا صاحب الكرم والشجاعة وكل شيء من الصفات التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيك أيها البطل، يا إمام المتقين، يا علي بن أبي طالب عليه السلام. أحبتي المشاهدين الكرام، كما تعرفون في حلقات سابقة أن هذا البرنامج حقيقة يهدف إلى نشر الثقافة العلوية من خلال طرح الأسئلة التي تهتم بكلمات ومقالات وخطب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن تعالوا معنا وحلقة جديدة من برنامجكم في جوار الأمير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأثناء تجوالنا في هذه الجنة وهذه البقعة المباركة بحوالي يعني الحضرة العلوية المطهرة، التقينا بالزائر الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله زائرنا الكريم، احنا قناة المهدي الفضائية، عندنا طبعا برنامج في جوار الأمير، وهذا البرنامج عبارة عن طرح سؤال لحضرتك ولباقي الزائرين الكرام، وتعطينا إجابة من حضرتك، وإن شاء الله راح هناك نقدم لك هدية من قناة المهدي الفضائية. سؤالنا بسيط إن شاء الله، وإن شاء الله تعرف ماذا تعرف من أحاديث، من أقوال، من حكم الإمام علي عليه السلام. والله من حكم الإمام عليه السلام: لا غنى كالعقل. أحسنت، لا غنى كالعقل، وهي من كلمات الإمام علي عليه السلام، يقول فيها: لا غنى كالعقل ولا جهل، ولا فقر كالجهل ولا إرث كالأدب. أحسنت زائرنا الكريم، وإن شاء الله موفق، وتقبل الله زيارتك وزيارة العائلة الكريمة، وتسمح لنا نقدم لك هاي الهدية من قناة المهدي الفضائية إن شاء الله. يا ربي هدية مباركة، والله يتقبل زيارتكم إن شاء الله. أنا أشكر قناة المهدي وأشكر بوجودكم، وتقبل الله زيارتكم ولنا وللأجمعين إن شاء الله. حياكم الله. إذن ما زلنا وإياكم أحبتي المشاهدين الكرام، وبرنامجكم في جوار الأمير، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لازلنا وياكم في هذه الجنة المباركة، جنة الإمام علي عليه السلام في الأرض، ولازلنا وياكم وبرنامجكم في جوار الأمير. التقينا بالزائر الكريم الذي يجلب معه ابنه الصغير
يعوده على حب علي عليه السلام من خلال الزيارات والإتيان لهذا المقام الكريم والقبر المبارك ليأخذ منه العبر إن شاء الله. السلام عليكم زائرنا الكريم. السلام، أهلا وسهلا بك من الكوفة. حياك الله. أهلا وسهلا. أكيد زرت من دعاية لا هستون راح أزور بعدنا ما زرت. إذا عندنا برنامج في جوار الأمير، عندنا سؤال بسيط إن شاء الله وراح نقدم لك هدية عند الإجابة. ماذا تعرف من كلمات وخطب الإمام علي عليه السلام؟ حافظ مقطع يعني من دعاء الافتتاح. جميل. سمع. أيوة. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعاقبة الأمور، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب. هذا مقطع يعني دائما أذكر هذا. نعم. المقطع. بارك الله بك. حقيقة يعني دعاء الافتتاح دعاء مبارك وجميل في نفس الوقت، في هذه الكلمات الإشعاعية المباركة النورانية التي تشعر بها وكأنها يعني تصعد من القلب إلى ربنا الكريم. شكرا لك، وتسمح لنا نقدم لك هدية من قناتنا قناة المهدي الفضائية، والله يتقبل إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا وإياكم في جوار الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الجنة المباركة. طبعا الشيء الجميل أن نرى الأطفال وقد أتى بهم الآباء لزيارة الإمام علي عليه السلام، وشيء جميل أن يشب ويكبر ويتدرج الطفل في حب علي بن أبي طالب عليه السلام. نلتقي بالزائر الكريم، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله. احنا قناة المهدي الفضائية وعدنا برنامج في جوار الأمير، وسؤال بسيط نقدمه لحضرتك، ماذا تعرف من كلمات الإمام علي عليه السلام؟ قال الإمام علي عليه السلام: اللهم اجعل أوقاتي من الليل والنهار ذكرك معمورة من دعاكم ولي. أحسنت. إذن اللهم اجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، هكذا قال ودعا الإمام علي عليه السلام في الدعاء المبارك دعاء كميل. شكرا لك زائرنا الكريم، وإن شاء الله تقبل زيارتكم دعاءكم، وهي هدية بسيطة مقدمة من قناة المهدي الفضائية، الله يتقبل زيارتكم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم وبرنامجكم في جوار الأمير. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، من الجميل جدا أن تأخذك أقدامك إلى حيث هذا المكان، الكل يتمنى أن يكون في هذه الجنة المباركة وهذا العطر الرحب والمنار الجميل المبارك. نلتقي بالزائر الكريم، سلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد إبراهيم الغرابي، حياكم الله سيدنا. احنا برنامج في جوار الأمير من قناة المهدي الفضائية، عندنا سؤال والإجابة من حضرتك، ماذا تعرف عن أقوال أو حكم أو كلمات الإمام علي عليه السلام؟ من أدعية كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هذا من أدعية كميل. أحسنتم. جزء من دعاء كميل المبارك: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. أحسن سيدنا وبارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم. الله يخليك، أشكرك. شكرا. موفقين إن شاء الله. حياكم الله. دائمين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. شكرا. حجي قبل أن توعدنا هدية مقدمة من قناة المهدي الفضائية، إن شاء الله تنال إعجابكم. الله يتقبل أعمالكم. شكرا جزيلا. إذا أحبتي المشاهدين الكرام، يعني حقيقة مما يبهج النفس ويريح القلب هذه الجموع التي تراها أمامك، يعني الصغير والكبير، الشيخ الكبير، الطفل الصغير، المرأة والشاب، كلهم يتهادون إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ليزدادوا ويتزودوا بهذه الأنوار العلوية المباركة، جعلنا الله وإياكم من الذين يتزودون بها في الدنيا والآخرة. ما زلنا وإياكم وبرنامجكم في جوار الأمير. احنا قناة المهدي الفضائية، انا شفتك يعني زاير وطالع ان شاء الله، عندنا برنامج في جوار الأمير، هذا البرنامج راح نسألك سؤال وإذا عرفته إن شاء الله تعرف، لأنك أنت متابع لزيارة الإمام علي عليه السلام في أوقات، يعني إن شاء الله ما تنسى هذه الزيارة، هاي الزيارة هي دخل الدنيا والآخرة إن شاء الله، يعني حتى تنال الحسنيين، يعني هم تصير من زائري ومتابعي الإمام علي عليه السلام، وأيضا تنال الحسنى في الجنة إن شاء الله. عندنا سؤال بسيط: ماذا تعرف من خطب أو أقوال أو أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. من قنع بما قسمه الله له قسمه الله. نعم. هو أغنى الناس. أحسنت. هذه الكلام وهذه الدعاء أو هذه الخطبة والكلمات النيرة للإمام علي عليه السلام
من قنع بما قسمه الله له فهو أغنى الناس. أيضا كالحكمة التي قالها أمير المؤمنين: القناعة كنز لا يفنى. أحسنت. زائرنا ونقدم لك هدية من قناة المهدي الفضائية، الله يتقبل زيارتكم. شكرا جزيلا. شكرا عمو حبايبي. إذن مشاهدين الكرام، وأثناء تجوالنا في هذه الجنة المباركة وحضرة الإمام علي عليه السلام، التقينا بالعائلة المباركة. سلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. حياكم الله. زائرنا من ينجا إن شاء الله. محافظة النجف. حياكم الله. احنا برنامجكم في جوار الأمير من قناتكم قناة المهدي الفضائية. طبعا عندنا سؤال بسيط إن شاء الله، سؤال تثقيفي حتى السادة المشاهدين الكرام يعرفون أنه يعني هذه الثقافة العلوية. قبل لا أبدي أسألك سؤالي، أسألك سؤال، ليش جايب الجهال وياك؟ أجيبهم حتى يعرفون منه إمامنا وعلى الطريق اللي نمشي عليه، واللي هو إمامنا إمام زماننا إمام علي عليه السلام. يعرفون مبدأنا شنو، يعرفون إسلامنا، يعرفون ديننا. فلنا نجيب أطفالنا يانا من بداية أعمارهم حتى مثل ما إحنا نجي ونزور أطفالنا يتعودون على هذا النهج وعلى هذا الطريق الصحيح. إذن حتى يتعود الأطفال على حب علي بن أبي طالب من الصغر. سؤالنا يقول: ماذا تعرف من خطب أو مقالات أو أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ أحد أحاديث الإمام علي عليه السلام يقول لك، قال الإمام علي عليه السلام: التدبر قبل العمل يؤمنك من الندم. أحسنت. التدبر قبل العمل يؤمنك من الندم، وهذه نصيحة لكل من يقدم على عمل ما، أن يتدبر، يفكر، يناقش هذا العمل مع آخرين، مع أصحاب الخبرة، حتى لا يكون الندم طريقه فيما بعد أن يقع في الكارثة. أحسنت زائرنا الكريم، وتسمح لنا نقدم لك هدية مقدمة من قناة المهدي الفضائية. شكرا لك، والله يتقبل زيارتكم إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا نلتقي بالسادة الأجلاء الزائرين لقبر الإمام علي عليه السلام وحضرة أبا الحسن سلام الله عليه. السلام عليكم سادتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إحنا قناة المهدي الفضائية وبرنامجكم في جوار الإمام أو في جوار الأمير. سؤال إن شاء الله بسيط والإجابة منكم نسمعها. ماذا تعرفون من قول أو أحاديث أو حكم الإمام علي عليه السلام؟ من أدعية الإمام علي مقطع من دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبجبروتك الذي قهر كل شيء. من أدعية الإمام علي، يعني هذا اللي إحنا نتذكره. نعم. لأن هذا هذه الكلمات التي قالها الإمام علي عليه السلام داعيا إلى الله ويسأله بهذه الكلمات التامات. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا وبارك الله بكم. حياكم الله سيدنا. نشكر قناتكم، نشكر قناتكم قناة المهدي، القناة الحسينية، القناة السباقة للحدث، يعني متواصلة في جميع المزارات، زيارة أمير المؤمنين الكاظمية العسكري في كربلاء رحم الله والديك. هنيئا لكم إن شاء الله مولاي الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، ما أجمل الكلام عندما يكون حول رجل مدحه الله سبحانه وتعالى ومدحه رسول الله وقال له فيما قال: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. وما أجمل كلام حين يكون حول رجل كلامه فوق كلام المخلوقين وتحت كلام الخالق، حيث وصف سيد البلغاء بأنه علي إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، إمام الإنس والجنة، قسيم النار والجنة. هكذا وصف سيد البلغاء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، كنا وإياكم وبرنامجكم في جوار الأمير ومن جوار هذه الجنة المباركة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.